عند لما بتعرض عليك سيناريوهات، ايه الجو اللي بتحب تقري فيه السيناريوهات دي؟ جو هادي طبعا، يعني انا محتاجه اركز في السيناريوهات اللي بقراها. انا اول مره بقرا سيناريو مرتين، بمسك السيناريو اول ما باخده، ما بصبرش يعني، بقرا على طول، بقرا كأي قصة أو كتاب بقرأ، يعني مش كسينمائية أو مش كمتخصصة في السينما، بقرأها زي أي حد هيمسك سيناريو ويقرأه. باخد الانطباع الأولاني عن الفيلم ككل مش عن دوري. المرة التانية بقى بركز وبقرأ قراية سينمائية، يعني قراية درامية، وبدرس الدراما وبدرس الشخصية وشخصيات كلها، وإيه اللي بتضيفه الشخصية للفيلم، ولو شلناها من الفيلم هل هيفضل السيناريو ده متماسك ولا لأ، والأحداث. بس الجو لازم يبقى هادي، وأنا يعني الأيام اللي ما بصورش فيها ما بيبقاش فيها مسرح هي الأيام اللي بختار عشان أقرأ فيها سيناريوهات، يعني بمسكهم كده كلهم وباخد أول بأول كل سيناريوهات بتجيلي وبقراها في هدوء، وببقى قاعدة في البيت وجو هادي يعني. وايه الحاجه اللي لو لقيتيها في سيناريو توافقي عليه او بتدوري عليها في سيناريو معين؟ لا مفيش حاجه معينه، يعني بصي السيناريو ده البيبي بتاع المؤلف، فانا بحترم جدا الورق، يعني انا من نوع الممثلين اللي لما بيجي لها ورق بتبقى خايفه عليه، عشان دي امانه حد سهر عليه وتعب عليه وكتبه، فانا مش من النوع اللي بقرا طب ده ما عجبنيش طب يشيل المشهد ده طب يشيل، انا يا اقبل العمل ككل يا ارفض العمل ككل. بس وانس ان انا قبلت بقبل كل اللي في العمل، علشان انا شايفه لو قبلت انه العمل ده متماسك دراميا، انه العمود الفقري بتاع الشخصيات وبتاع الدراما صح، ما هو السيناريو ده بيبقى زي العماره يعني مبني بنا، لو شلتي منه طوبه هيقع كله. فلو انا حاسه انه مش متماسك برفض، بس لو حاسه انه دراميا السيناريو صح وانه الشخصيات مكتوبه مش ستيريوتايبس مش كليشيهات مش شخصيات سطحيه، انه في عمق انه في سايكولوجيا للشخصيات، وقتها بحب يعني بحب السيناريو وببتدي اقرا السيناريو وانا حباه وانا عارفه اني هقبله. ومين اللي هند صبري بتستشيرهم في اختيار السيناريوهات بتاعتها؟ قليلين قوي، يعني انا من النوع اللي بقرا لوحدي وما بحبش اقري حد السيناريوهات اللي بتجيلي، ده احتراما برضو للكاتب وللمؤلف، وفي سريه في الحكايه برضو، في كتمان، الفيلم ده لسه ما اتعملش فانا بحاول ان انا احافظ على الكتمان ده. بس في اصدقاء مقربين بيبقوا بيشتغلوا في السينما، في ناس من سني وناس اكبر مني، يعني مثلا مدام ايناس الدغيري واستاذ داوود عبد السيد، دول الاثنين على طول بستشيرهم في مصر، كل ما بيجيلي دور بيجيلي سيناريو بستشيرهم. وفي ناس اصحابي من سني بيشتغلوا في السينما مش كممثلين بس، يعني في ممثلين وفي مخرجين وفي مساعدين اخراج ويعني وفي مؤلفين. وفي تونس طبعا مدام مفيده تلات اللي عملت صمت القصور وعملت موسم الرجال، دي بستشيرها على طول في اي عمل يعني بعمله في تونس. ففي كده المقربين ليا هم اللي بثق فيهم، بثق في كلامهم يعني. وبتاخدي برايهم يعني رأيهم مش على طول، اصل بصي يعني اخر رايك اللي بيقول احلى نصيحه اتقالت لي انه وانا بطلب نصيحه، في حد مره قال لي بصي لو انت حاساه اعمليه، مش حاساه ما تعمليهوش، حتى لو كل الناس قالت لك ما تعمليهوش وانت حاسه انك تعمليه اعمليه، يعني في الاخر بتعملي اللي في دماغك. في الاخر بعمل، انا عنيده، انا عقرب عنيده قوي. كان حلم من احلامي يعني اشوف المدينه التي لا احنا للمشاهدين بس نقول لهم هند ان احنا موجودين بتايم سكوير ومسقعين، مسقعين شويه صغيره مظبوط مسقعين بس تمام لذيذ يعني برد برد نيويورك لذيذ. ففرصه اني اتعرف كمان على فيلم ميكرز من امريكا ومن كل دول العالم يعني، ففرصه يعني اتيحت لنا انا ويوسي نصر الله هذه الفرصه. وكمان الشركه المنجاه يعني الاي ار تي كانت في منتهى التشجيع والمساعده انه نحضر هذا المهرجان وانه نكون موجودين مع افلام ثانيه. نعم. مثل ما شايفين هون الفانز تبع هند عم بيحيوها بنيويورك. هند صبري شو بتحسي وقت تلاقي هيك انت موجوده هلا بنيويورك عم تشوفي هالمعجبين والفانز تبعك عم بيحيوك، ليكي وقف هون بنص الطريق وعم بعيط لك هند 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 صبري؟ الحمد لله، يعني نعمه من عند الله سبحانه وتعالى، ويمكن نحن كعرب لانه عندنا جاليات
عايشه في مجتمع في كل الدول في العالم، فدايما كل ما بنروح مكان بنلاقي معجبين ونلاقي الكوميونيتي العربيه يعني بتخلينا نحس انه في بلدنا، احنا مش في غربه، فاحلى نعمه، احلى نعمه، الحمد لله. That's so beautiful.